رمضان موال اختار تربية المواشي فعمل بها لأزيد من ستين سنة ببلدة المعمورة بولاية سعيدة مهنته ازدادت صعوبة في الآونة الأخيرة بفعل نقص الأعلاف ومشاكل أخرى وهذه المواشي احنا هذه خدمتنا ما عندناش حاجة من فوق هذا المواشي من جد الجد ورانا في الحرفة هاي وينا زادوا دخولاتنا رحم فيها نعلفوا نشربوا رانا نعانوا الله قال ما نجمناش ونسرحوا بالوقت العزاج السمش اي وقت رانا في ذا المهنه حنا ما ساعه اليوم الله قال ما تغناش ما عدناش باش نوكلوها الناس كاع ما تاكل واش ما لقيتش لقيتش لا لا ما تاكل خلاص العلفة العلف راه قليل في روحها ما كانش راه غالي بزاف وما كانش وما كانش هذه الحياه ما عرفناها كاع راه جايه شح الأمطار ونقص المياه عوامل أجبرت مربي المواشي والموالين على بيع بعض من ثروتهم الفلاحية لإنقاذ نشاطهم الرعوي فيما اختار أخرون الترحال للبحث عن مناطق يتوافر فيها الكلاء والمياه والبوطة تعتبرها دير ثمانين حتى الميتر البقرية ذا ما قعدت صيب كانت ثلاثين بقرة ما قعدت راهم قاعدين منها ستة واليوم راهم جايين شرا يدو منها ثلاثة باش نجيبو النخالة للغلم ما بقاتش ما بقاتش والنخالة راه يقول لك ممنوع به ترفدها ممنوع من عم باتن ورانا نتنقلوا لبلاصة لبلاصة هي على حساب البلاد والجفاف والعلف وذروك العلف راه كان غالي وذروك العلف وقطعوه تروح للسوق وما تلقاش العلف والنوم ما كانش راك تشوف العام اخويا راه جفاف كبير ما عندنا ما نديرو ولا غالب لازم الدولة تشوف فينا شوية دولة نقائص كثيرة أنهكت هؤلاء الموالين وأثقلت كاهلة مربي المواشي فالتكاليف ارتفعت والمداخل ضعفت وسط قلة حيلتهم لإعادة بعض نشاطاتهم